حياكم الله مشاهدينا من جديد، يا مرحبا بكم ويانا في فقرات صباح الشارقة. عندما يحل فصل الصيف يحتاج المنزل إلى إدخال بعض الديكورات الصيفية لتكسر الشعور بالملل وتضفي نوعا من البهجة والتجديد على جميع أركانه الداخلية والخارجية. نتعرف مشاهدينا وياكم عن بعض الأفكار المميزة للديكور الصيفي للمنازل مع الأستاذ محمود اللحام، مصمم ديكور. صباحك خير أستاذ محمود، حياك الله ويانا. صباح الخير، الله يخليك يا رب. لما نتكلم طبعا دخلنا القيض أو الصيف، فاليوم يعني وكل الألوان تغيرت، يعني قبل في الشتاء كنا نستخدم الألوان الغامضة، اليوم يعني في الصيف تتغير هذه الأمور كلها. لكن لما نتكلم عن الديكور الصيفي، أهم المعايير اللي يجب أن ناخذها بعين الاعتبار عند اتباع الديكور الصيفي. بالنسبة لأهم الأشياء اللي لازم نأخذها بعين الاعتبار، أول شيء اللي هي استخدام المواد الماتيريال اللي هي العاكسة للحرارة واللي ما بتستقبل حرارة. والألوان طبعا زي ما تفضلتي، طبعا أهم الألوان اللي لازم نبعد عنها الأسود والألوان الغامقة الماروني والبني على أساس امتصاصه لقدر كبير من الحرارة. وكمان في عنا الأرضيات مثلا اللي هي نبعد عن السجاد والخامات اللي هي الشتوية، يعني اللي بيكون فيها قدر كبير من الحرارة مثلا زي الصوف والخشب مثلا. نعم، هذه يعني في بيوت تقول استاذ يعني ان الديكور موجود، وصعوبة تغيير هذا الديكور مثلا بين فصل وفصل، يعني يمكن اللي ذكرت يعني مثلا السجاد هذا ممكن يتغير او ينشال مثلا. صحيح، لكن في اشياء ما بنقدر نغيرها كل فصل، زي الرخام مثلا، السيراميك. الادهانات احيانا كمان ممكن مثلا اذا كان مر عليها مثلا وقت قليل ما بنقدر نغيرها كل فصل، فلازم احنا ناخذ بعين الاعتبار هذا الشيء. مثلا اللون الرخام يكون مناسب لكل الفصول، لانه اوريدي اساسا بيكون مثلا فصل الشتاء مغطى بسجاد. صحيح، اما بالصيف مثلا لو شلنا مثلا يفضل انه يكون الرخام بالالوان الفاتحه، يعني الابيض، ويكون شكله جميل لانه اوريدي احنا راح نستخدم. صحيح. بالنسبه للستائر، هل هناك اقمشه معينه يعني نحن لازم نختارها في فصل الصيف او طبعا لازم نختار اللي هي الاقمشه طبعا اللي هي بتدخل قدر كبير من الاضاءه، لانه استخدام الشبابيك في الصيف بيكون اكثر من الشتاء، واهمها طبعا الحرير، الكتان الناعم مثلا المفرغ. طبعا التركيز على الالوان هتكون فاتحه، يعني مش الالوان الغامقه. نعم، في هناك الحين الديكور ما يقتصر فقط مثلا على الستاير او السجاد او الارضيات، حتى يعني الواجهه الاماميه للمنزل، يعني خلينا على سبيل المثال نشوف مثلا هذه الصور اللي على الشاشه حاليا. الالوان اللي موجوده، قبل يعني ننتقل لسؤالي، الالوان اللي موجوده الحين نشوف اللون الابيض والازرق الفاتح، نشوف مثلا في هذه حتى طريقه الديكور تجذب الشخص انه مثلا يقول يعني الله حلو هذا، واضح انها صيفيه. نعم. صحيح. اذا ما اتكلم عن الواجهه الاماميه للمنزل، الحديقه مثلا وتناسقها مع داخل المنزل، في ناس يقول لا داخل المنزل كيف يعني، لكن برا مثلا معتني برا اكثر من الداخل او العكس. صحيح صحيح. بالنسبه للحديقه الخارجيه طبعا لازم اسمها حديقه، يعني لازم توفر فيها عناصر كثير، اهمها الشلالات مثلا، الشلالات الصغيره، نوافير الماء، يعني استخدام الماء دائما بال مثل اللي عندنا في الاستوديو. هي صحيح. في ناس تفتكر ان هذا فيديو. لا صحيح، هذا وهذا حقيقي بصراحه، منظر رائع. نعم. فالشلالات الماء، التنوع بالوان الزهور، الامور هاي يعني لازم ناخذها بعين الاعتبار. ومثلا ممكن كتزيين للحديقه كمان اللي هي السياج الابيض الناعم مثلا. نعم. يكون طريقة جمالية بحيث انه يوحي الى صحيح فصل جديد. فاهم. كيف ممكن نحن نجدد من شكل الجدران، الاسقف، كيف ممكن احنا نغير الالوان يعني مقارنة بفصل الشتاء اذا حاطين كنا لون غامج مثلا، يعني في خلينا نقول على سبيل المثال في مكان مثل الصالة مثلا. تمام. بالنسبة للجدران طبعا ممكن احنا نستخدم فيها ورقة جدران، لكن لازم نحسن اختيار اللون. اختيار اللون هون بيكون عندنا فصل الصيف اللي هي تدرجات الازرق، تدرجات الاخضر اللي هي تسمى الالوان البارده بشكل عام. او مثلا ممكن نستخدم الوان حاره كالاحمر والاورنج، لكن تكون درجات فاتحه، يعني مش بالدرجات اللي هي الغامقه يعني.
نعم، في أشخاص يعني ما شاء الله في الستائر أو حتى في الجلسات في القنفات مثلا يحط لك هالألوان، يقول أنا ألواني باردة زينة لكن مخلط كل الألوان، يعني الأخضر الأصفر البرتقال الكذا، فصار تداخل في مكان كله في تداخل مزيج من كثير بالألوان. فهل هذا الشكل صحيح؟ طبعا لا، لكن احنا بنفضل دائما بالديكور الصيفي تكون الهيمنة للون الأبيض. نعم. نظرا لبعض أريحية راحة للنفس طبعا، وعكسه للضوء بطريقة حلوة، وتوزيع الإضاءة فيه بيكون بطريقة أحلى، وبندخل عليه لون أو لونين. نعم. كحد أقصى، أما تكون مثلا كل الألوان داخلة مثلا بصير مثلا زي حضانة أطفال ممكن نعملها. بس مثلا غرف أطفال، لكن نعملها بصالة أو بيت ما بتكون محبذة يعني. أما بالنسبة للأثاث يعني الكراسي، أثاث إكسسوارات المنزل، هل بعد يعني هناك في ألوان معينة أو إحنا نأخذ راحتنا في مسألة اختيار الألوان واختيار الأشكال؟ الألوان زي ما تكلمنا هي بشكل عام تكون فاتحة يعني، لكن القماش، نوع القماش طبعا لازم نبعد عن الصوف ونختار مثلا اللي هي أنواع قماش الرايون مثلا اللي هي إحنا بنسميه الحرير أو الستان. نعم. أو ممكن نستخدم اللي هو الكتان، كتان الناعم. وفي احيانا انواع اسفنج تكون بالاثاث بتحافظ على برودة الاثاث. نعم. يعني مثلا لو بتشوف مثلا بعض المتاجر للاثاث بكون كاتب لك مثلا كولد كفر او مثلا هوت كفر، بكون هو نوع الاسفنج نفسه بتقبل الحراره او بتقبل البرد. نعم. يعني في نوعين للاسفنج نفسه. اذا ما تكلمش عن الاكسسوارات الديكورات الداخل المنزل مثل يعني احواض سباع، احواض السمك مثلا اللي موجوده، النباتات الداخليه، والاضاءه كيف تلعب دور في تجميل هذه الاكسسوارات؟ صحيح. الحين شوف دائما اذا تبالغ بالشيء ما بكون. نعم. جميل. فاحواض السمك يفضل انها تكون باحجام صغيره، واثاث والاثاث كمان نفس الشيء طبعا، بكون حجم احجام صغيره شوي. نعم. الاحجام الكبيره شوي بتاخذ من مساحه البيت، لكن بالنسبه لاحواض السمك ممكن لازم تكون مثلا بالبارتيشن، الفواصل. نعم. بين مثلا الجلسات مثلا هون اللي هي الدايننج مثلا الصاله، غرفه الطعام. نعم. والصاله مثلا. نعم. او مثلا بالطاوله الوسطيه ممكن استخدام احواض السمك، او مثلا اللي هي البانتري اللي هي الكيتشن. نعم. بار. نعم. ممكن يكون المشهد السفلي له مثلا ك حوض سمك. نعم. يعني الإضاءة أستاذ يعني كيف اليوم نقدر نستغل الإضاءة؟ أن نحن الإضاءة أكيد يعني عالم الإضاءة كبير. صحيح. ممكن نسوي لك شيء من لا شيء. صحيح. شوف هو في السنوات الجديدة تطور موضوع الإضاءة، خاصة لما نزلت موضوع الإضاءة الـ LED، خاصة أنها ما بتصدر حرارة، يعني ما في عندها أي مصدر حرارة كإضاءة. نعم. فيفضل كألوان للإضاءة يفضل استخدام طبعا الألوان الأبيض. نعم. تمام، لانه بتعرف انت الاصفر الحار ممكن. نعم. انه يحيي شتويا حلو استخدام. نعم. الاصفر. نعم. لكن بالصيف يفضل استخدام الاضاءه البيضاء. بالنسبه للواجهه الخارجيه للمنزل، اغلب البيوت الحين فيها حدائق، يعني حدائق صغيره. صحيح. امام المنزل، كيف ممكن نحن نضيف لمسات جماليه صيفيه في الحديقه؟ بالنسبة للحديقة زي ما حكينا قبل هيك اللي هي الشلالات والنوافير واللي هي التنوع بألوان الزهور نفسها يعني. نعم. طبعا أستاذ محمود كل الشكر لك والتقدير على حضورك وعلى هالمعلومات القيمة. بارك احنا نبغى نقعد معاك إن شاء الله، لكن يعني الصيف على الأبواب، بناخذ منك أفكار إن شاء الله. بارك الله فيك أستاذ جمال، بارك الله فيك، يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، طبعا كل الشكر والتقدير للأستاذ محمود اللحام مصمم ديكور على هذه المعلومات. لكن مشاهدينا الكرام بنطلع لفاصل سريع ونعاود لباقي فقراتنا، فابقوا معنا.